صباح الخير مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. بصيرنا اليوم استقبل معي البروفيشنال ميك اب ارتست توني طانوس. اهلا وسهلا فيك توني. هاي شيرين. صرت بغنى انه نعرف عنك بما انه بتهتم بكل المذيعات تقريبا بالام تي في، بتعمل لنا ميك اب وبذات الوقت كمان معروف توني بالميك اب تبعك اللي اليوم رح نحكي عنه بالتفصيل، ولكن اليوم التركيز رح يكون اكثر على التا مثل ما حكينا. مزبوط رح نشتغل على التا تان بس نشوف كيف نقدر السيدة تختار التان تبعها وبأي طريقة، ورح نشتغل إذا كنا بالصيفية لأنه ما منعرض الوجه للبرونزاج كيف نقدر نعمل له بالبرونزينج باودر تان تصحيح كمان للوجه والتان حلو. مزبوط. بس بتعرف توني كتير من الأشخاص بيركزوا يمكن على الميك اب على العيون وبينسوا الأهم انه يفتشوا عليه هو التان، وبس هو التان انا بنظري هو احلى شيء بالميك اب. مزبوط، لانه هو وقت اللي بيكون التان مزبوط وصح منا بحاجه نقوي العيون ونشتغل على العيون كثير. صحيح. الحلو كمان بالميك اب هلا كمان رح نشوف، انا بعرف لانه على طول بنعمل عندك توني، بس الحلو كمان انه كل مره يمكن السيده بتجي لعندك فيك تعمل لها كل مره ميك اب خاص وما يكون كله مثل بعضه، بذات الوقت فيك تتبع كمان الناتشرال ستايل بالميك اب وهون الجمال بالتالي. هو نحن بدنا نشوف تكوين الوجه كيف بتكون ونشتغل على هذا الاساس وحسب كل مناسبه إلى مكياجها اكيد. صحيح. كرمال هيك اليوم رح نشوف التان رح نعمله لايف بالاستوديو. رح اهلا وسهلا فيك دالي، تفضلي لنشوف. انت هون شاغل على العيون. مزبوط، محضر العيون. رح اشتغل بس على التان تنفرجي كل سيده كيف تقدر تختار التان تبعها مزبوط وكيف بدها تحضره. لكن بدك تخبرنا هلا اكثر كيف فيها تختار. مزبوط، هو اهم شيء انه رح نشتغل على هلا رح احط برايمر. اهم شيء قبل ما نبلش بالتان على طول نحط برايمر حسب نوع البشره، اذا بشره دهنيه بنحط برايمر اويل فري، واذا هو البرايمر شو بيعمل توني؟ هو بحضر الوجه وبيحمي البشرة. اوكي. يعني هون فينا نقول البرايمر في يكون محل الإكران ولا لا؟ لازم يكون في إكران خاصة بالصيف. الإكران الإكران شي والبرايمر شي، الإكران هو حماية من أشعة الشمس، بينما البرايمر هو بيحمي البشرة من رواسب الميك اب والتان والأشياء. وهلا بدنا نستعمل فوند التان، انا اخترت لها لدالي التان تبعها، على طول وقت اللي بدنا نختار التان فهو لازم نجربه على الدقن تيكون قريب من لون الصدر والرقبه. مزبوط، لانه كثير من الاشخاص بيعملوا ميك اب وبينسوا الرقبه. مزبوط، وعلى طول الفوند التان الاكيد لازم نخضه قبل ما نستعمله لانه بيكون الانجريدينتس عاملين مجمعين يمكن. مزبوط. محل هون كيف بيتم الاختيار اذا لازم يكون ليكويد او لازم يكون كريمي او يمكن باودر؟ نفس الشيء حسب نوع البشره، اذا البشره دهنيه بدنا نستعمل شيء اويل فري. نعم. اذا بشره جافه بدنا نستعمل شيء فيه اويل وكريم. بالعاده عاده بنسمع انه يمكن اذا كانت اويلي سكين الافضل يروحوا للكريم أكثر من إنه ليكويد، مزبوط ولا مش بالضرورة؟ سوري؟ إذا مثلا كانت أويلي سكين لازم يستعمل كريم الفاونديشن ولا ما بيأثر إذا استعمل كمان الليكويد؟ لا ما بتفرق لأنه هو حسب الانجريدينتس، معقول يكون ليكويد ويكون أويلي فري ومعقول يكون كومباكت ويكون أويلي فري، يعني ما بتفرق كثير. وعلى طول من مد الفوندتان بس بدي اوضح شغله. نعم. لانه على طول بتسالني السيده اذا كيف بدنا نمد الفوندتان، على طول بنلحق المسام والوبر تبع الوش، يعني اذا الوبر نزول لازم نمد الفوندتان لتحت حسب الوبره تما توقف الوبره ويطلع التان نظيف. والفاونديشن هون بموسم البحر ومع البرونزاج وهيك عاده لانه الوجه ما بياخد، ما لازم نعمل برونزاج، بنكون عم نحط اكران. مزبوط. هون كيف فيك تنسق بالفاونديشن بين البرونزاج الجسم وبين كمان الميك اب؟ اللي بدي اقوله انه لو كنا عم نحط اكران بياخد لون الوجه بس شيء بسيط جدا لانه ما بيحمي 100% الاكران. وتنقدر اذا كان كثير جسم غامق فلازم نحط البرونزينج باودر حسب لون البشره حسب لون جسمنا. هلا بنرجع اول شيء مديت الفوندتان. نعم. را
رح مرق فوقه لأنه ليكيد باودر باودر تيثبت هون الفاونديشن مزبوط. وخاصة بالصيفية لازم يكون الفوندوتان مات لأنه بتعرفي البشرة بتعرق على الشوب خاصة. صحيح. هيدا الفاونديشن يلي هلا عم نشوفه هو ذاته بيكون للعروس ولا في فاونديشن ثاني بينعمل للعروس بموسم الصيف؟ لا اكيد هلا انا عم بعمل الفوندوتان الهين للسيده تستعمله لكل يوم لكل يوم بينما اكيد بال للعروس هلا بما انه موسم اعراس توني وكل العالم عم بيحضروا مزبوط اكيد بدنا نشتغل اكثر على الاكلاب الوجه واكيد التام بده ينشغل بطريقه كثير بروفيشنال واكثر برجع بذكر انه نحن عم نشتغل كيف بدها السيده تختار التام تبعها. اوكي بدنا نرجع نحط الانتيسان. الانتيسان يعني مش بالاول بتحطه ولا لا لازم يكون حط فوندوتان. اوكي وبنحط الانتيسان بايدنا تابوتمون. لازم يكون افتح من البشره ولا من زي افتح درجه من لون الفوندوتان اللي اخترناه درجه واحده يعني. مزبوط يعطي اكلا بسيط صح مثل ما هلا شفنا. بدنا نشوف كمان الصور للفوتوشوت يلي كمان انعمل صح ونحكي اكثر عن عده ميك ابس انعملوا. بس كمان بدنا نحكي توني عن التان يلي مؤخرا صرنا كثير عم نشوف انه حتى على البحر عم بيحطوا تان ولكن تان يمكن بيكون هيدا التان. اول شيء انا ما بنصح كثير التان للبحر بينما اذا مصره السيده انها تحط تان يكون ووتر بروف ليه عم بحطوا بس توني؟ يعني هيدي الموضه يلي طالعه جديد صار لها فتره هلا كثير الموضه دارجه صايره انه نحط ميك اب ما بحيرنا فكرنا نحط ميك اب على البحر يعني اوقات بيكون عندنا غدا ما ضروري نحط بنحط فيه بنحط عليه ميك اب ومن اول ميك اب بس انه اخر شيء بدنا نلحق كيف السيده بتحب ونشتغل على هذا الاساس. هو شو اللي بيكون التان يلي بينحط على البحر؟ ووتر بروف مزبوط ووتر بروف طيضاين بقلب البحر ام بقلب البيسين. هلا من بعد ما خلصت التان والانتيسان حطيت الكومباكت باودر نفس درجه الفوندوتان وتحت العين حطيت الانتيسان افتح درجه من لون التان مع الباودر افتح كمان درجه من لون الكومباكت باودر اللي استعملته على التان. اوكي انا في شغله انتبهت عليها توني انه ما بتكتر فاونديشن يعني شوي شيء انه هو بتجمعهم يعني على كل على كل مزبوط خاصه بالصيفيه لانه البشره ما بتحمل فلازم يكون كثير لايت التان على الوجه. المهم انه نقدر نوحد لون البشره نحن بس نحط التان هيدا مش اكثر. هذا الفاونديشن بخبي يعني في اشخاص يعني هنا ما عم نشوف في مشاكل بالبشره ولكن في اشخاص عندهم مشاكل يعني هلا اذا نحن اشتغلنا بهيدي الطريقه ولقينا مثلا افتراضا في عندنا مش ضروري نغطي نسمك التان كله اذا لقينا مثلا في عندنا مش هون بنغطيها بالكومباكت باودر بهيدي الطريقه تابوتمون كيف اذا لاحظتي راحت منا بحاجه كثير نقوي الميك اب خاصه اذا مش بحاجه لكل الوجه. مزبوط وهلا رح نحط البرونزنج باودر. برونزنج باودر عندنا على طول نوعين نوع بلمعه مزبوط ونوع مع شايني بيجي مزبوط بيجي شمر وفي درجات للتان. اجمالا اذا بدنا نختار البرونزنج الصح للوجه بدنا نقربه على لون الجسم تنلاقيه حسب لون الوجه. رح ياخذ الفاتح بما انه بعد هلا مانا كثير برونزي مزبوط بس يمكن وقت البشره بتصير برونزي اكثر منغمق البلاش. واللي بدي اقوله البرونزنج باودر ما بنبلش فيه بلاش هو منه بلاش هو نحن بنعرف انه الشمس تجي من فوق الأشعة تبعها يعني أول شيء الجبين والمنخار هو اللي بينضرب. نفس الشيء بدنا نستعمل البرونزنج باودر بنمرقه على الجبين ننزل فيه على المنخار بهيدي الطريقة. لكن من بعد هيدي ستيب نرجع بنحط البلاش البرونزنج باودر إيه أول شيء بنمرقه بهيدي الطريقة وفينا نقويه قد ما بدنا واكيد ما بننسى الرقبه
لأنه بدنا نخليها تصير مثل لون الجسم. صحيح. بهيدي الطريقة. هالوقت كمان عم نشوف الصور يلي عم بيقطعوا، هون عم نشوف الستايل اللي يعني إذا فينا نقول ميك اب القوي. مظبوط، بتعرفي لازم يكون الواحد بيعمل كل شيء كل شيء بيرضى يرضي الزبونه. اذا بتلاحظي انه الميك اب شوي ارتستيك وقوي وخاصه كسموكي ايز، بس بكل سموكي ايز توني عم بتخفف باللبستيك. مظبوط، بس حسب كل لبستيك، اذا هون بتلاحظي كثير ناتشورال اللون اللبستيك والعينين انا بعدهم كمان سموكي الناتشورال. مثلا ليكي هون حتى الروج كثير خفيف وكثير بيجي مثل لون السكن. مزبوط. وهون شوي اللبس على روز، هيدي اجمالا للعروس. اذا انا بفضل للعروس على طول اللون الفاتح لها هي اكثر ما يكون لون الغامق. مزبوط. وهيدا السموكي كمان اللبس خفيف كثير، معظمهم تقريبا كانوا بالسموكي ايز. مزبوط. وبس مع اللبستك يا نيود كولر يا البينك. مزبوط. بس في صوره اللي حاطط فيها احمر او بس عم بفرجي انه مش ضروري انه بس يكون في اي لاينر نحط حمره قويه، فينا نكون عاملين سموكي ونحط حمره قويه حسب الوجه. بس اذا فينا نرجع نشوف اول صوره. مزبوط، ونشوف انه هي هيدي الصوره يلي هي مؤخرا. صحيح. اذا بنطلع بالصوره هي نوع من اذا بدنا نحكي عن العينين هن بنان باللون الناتشورال، وتحت العين في اللون الاخضر اللي هو ترند هلا مع اللون اللبس اللي هن شوي على اورنج. لانه احمر كوراي. مزبوط، تنفوت بالترند اكثر للسنه. مزبوط. هلا بنرجع على البلاش. البلاش اكيد بس بنحدد فيه الخد بهيدي الطريقه، لانه مثل ما قلنا البرونزينج مش للخدود بس. هلا البلاش بس عم نشوفه على المنطقه العاليه بالوجه، يعني مزبوط. على التشيك بون. اوكي، عرفتي شو على طول على العظمه تبع ال إذا بتلاحظي لازم على العظم يكون، لأنه هو هيدا الدقل هيدا الخد. لأنه ما فينا ننزل فيه، هو تحت صار تحت الخد. مزبوط. وفوق منعليه بصير بنضرب بالأنتي سان، في بصير في أكيد غلط. فكرمال هيك اسمه بلاش كرمال نحدد فيه الخد. هيك بيكون خلص التان والميك اب وصارت اي سيده جاهزه انها تظهر. مزبوط، بس بحاجه مزبوط و لنتفه جلوس على طول بنروح للناتشرال كولر. اهلا وسهلا فيك توني، ثانك يو على طول بتخبرنا عن اخر صيحات الموضه كمان بطريقه تكون بروفيشنال ومظبوطه. ميرسي لك شيرين وميرسي للحلقه. اهلا وسهلا مشاهدينا، هيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم بكاتوك. انا بودعكم وبنرجع نتلاقى على طول باخبار جديده بالموضه. اما هلا بريك وبنرجع نتابع ام تي في الايف.